يسعد أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب رمضان الكريم. بعض النصائح نوجهها للمرضعات. القاعدة الشرعية بتقول لا ضرر ولا ضرار. إذا كنتي مرضع بأول 6 أشهر وبتعطي ابنك حليبك لا يجوز لك أن تصومي، لأن الصيام هيقلل من كمية وكفاءة الحليب وهيودي بطفلك إلى أنه ينحرم من أهم هبة رب العالمين وهو إياها، وهو حليب الأم اللي هيجنبه الإصابة بكثير من الأمراض، منها الربو، منها السكري، منها البداني بالطفولة والمراهقة. النصائح اللي بننصحك فيها، انتبهي إلى توازن وجبتك، إلى وجبة السحور الأساسية، وإلى تناول 3 لتر من الماء بين وجبة الإفطار ووجبة السحور. مع تمنياتنا بالصحة والعافية للجميع.